بيكم مرة تانية وملف جديد. يمكن الآثار المصرية من أهم الملفات اللي بنحرص دايما على الحديث فيها في هذا الصباح، لما ترتبط به أيضا من ارتباط مباشر بالحضارة المصرية والتاريخ المصري القديم، بالإضافة طبعا لارتباطها بملف السياحة بشكل مباشر. يمكن سمعنا عن التمثال اللي تم الحصول أو اكتشافه في منطقة المطرية، انتشال الجزء الأول للملك رمسيس الثاني. المفترض أنه في جزء ثاني كما يعني يقال أو يصرح من المسؤولين بالآثار عن أنه والد الملك رمسيس الثاني. يمكن هذه الآثار بترجع تاريخها ل 3000 عام، وتم اكتشاف هذا التمثال في منطقة المطرية، وزنه 7 أطنان أيضا كما صرحت وزارة الآثار. عملية نقله هتتم إزاي؟ يعني هيوضع فين؟ عملية ترميمه؟ أهمية هذا الكشف الأثر الكبير، كل ده هنتعرف عليها من خلال لقائنا مع ضيفنا في هذا الصباح دكتور محمود حسن الحلواجي، مدير المتحف المصري سابقا ومدير عام المتاحف الإقليمية. دكتور محمود صباح الخير. صباح الخير يا فندم وكل السادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. هنشوف طيب. بداية هذا التقرير ونرجع نبدأ حوارنا. انتشال الجزء الرئيسي من تمثال رمسيس الثاني بمنطقة الحفائر بالمطارية، عملية لم تكن سهلة مثلما تصور البعض ليصبح الحدث محط أنظار العالم. هذه المرة تم استخدام الونش التلسكوبي في استخراج الجزء الثاني من التمثال بمشاركة متخصص المتحف المصري الكبير وعمال مدينة قفط بمحافظة قنا. وجدوا صعوبة جامدة جدا على مدار الأربع أيام الماضية عشان يخرجوا الجسم. لغاية امبارح الساعة 6 بالليل كانوا مش عارفين. التمثال تقيل جدا. أول ما جيت لقيت قرار اتاخد من البعثة إنهم قالوا هم عملوا الواير، عملوا حاجة اسمها الصبانات اللي بتلف التماثيل، ومسكت بالهوك. قالوا هنسحب الهوك ده باللودر عشان يحرك التمثال. أنا رفضت. عملية رفع التمثال مرت بعدة مراحل، منها شفط المياه وتوسيع الحفرة وعمل إخلاء للتربة بعيدا عن جسم الأثر. التمثال وزنه ضخم يصل لحوالي 9 طن، عملنا حساباته وقدرنا نحدد وزنه قبل ما يترفع عشان نستخدم الأدوات المناسبة لعمليات رفعه. هيتم تكسيته بشاش ثم بالقطن المبلل بالماء المقطر لكي يحتفظ الأثر بالبيئة اللي كانت الموجود فيها، ثم بعد ذلك يغلف في البوليوسيلين لمنع تبخر الماء منه. العملية رغم الترتيب الجيد لها إلا أنها لم تخلو من بعض الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة المحيطة بالأثر. تم عمل تصبينات مكثفة لجسد التمثال، ولم يتم عملية شفط مستمرة للمياه من منطقة الكشف حفاظا على التربة المحيطة، لأنها في وسط منطقة سكنية وبالطبع أرواح المواطنين لابد من المحافظة عليها ولها الصداقة. كانت البعثة المشتركة المصرية الألمانية قد أخرجت الجزء الأول من التمثال الخميس الماضي، وقامت بتغليفه بواسطة خامات مبطنة تمهيدا لنقله إلى مقره الجديد. والتمثال واحد من اثنين تم الإعلان عن اكتشافهما في بقايا معبد للملك رمسيس الثاني الذي بناه في رحاب معابد الشمس بمدينة أون القديمة، التي كانت بمثابة العاصمة الدينية قديما وهي المطارية وعين شمس الآن. إنجاز كبير يحسب للبعثة المصرية الألمانية المشتركة في ظل ظروف صعبة، حدث يليق بحضارة مصر، حضارة حيرت العاشقين للأثار وما زالت تدهش العالم بخباياها. أسماء حسن، النيل. طيب خلونا نعرف أكثر عن هذا الاكتشاف الأثري الجديد. بنرحب مرة تانية بضيفنا في هذا الصباح دكتور محمود حسن الحلواجي، مدير عام المتحف المصري سابقا وايضا مدير عام المتاحف الاقليميه. دكتور محمود صباح الخير واهلا بحضرتك مره ثانيه. صباح الخير بحضرتك. يعني هذا الكشف الاثري الجديد حضرتك شايف اهميته الاثريه والتاريخيه وما يخص ايضا علاقته بالحضاره المصريه القديمه من معلومات يعني حابين نطلع عليها الساده المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا الكشف يعتبر كشف هام جدا جدا، لأنه بيعبر عن مكان الكشف ذات نفسه اللي هي منطقة عين شمس والمطرية. وعايز أقول أن منطقة عين شمس والمطرية دي هي أقدم عاصمة دينية لمصر منذ أن توحدت مصر منذ أكثر من 3000 سنة
قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. فبنقول ان دي اقدم مدينه او عاصمه دينيه على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس. ولو كنا بنقول ان منطقه الكرنك معبد الكرنك في الاقصر هي اكبر عاصمه او مكان ديني للعباده في العالم، فاحنا عايزين نقول ان عين شمس هي اكبر من الكرنك مرتين وأقدم من الكرنك، لأن دي من منذ عصر العصور التاريخية، منذ عصور بداية الأسرات والدولة القديمة، على عكس مدينة الأقصر اللي هي أو معبدة الكرنك اللي بدأت تظهر للحياة الدينية والسياسية منذ عصر الدولة الوسطى. فإحنا بنتكلم عن منطقة ذات قيمة تاريخية حضارية دينية على مستوى العالم أجمع. منطقة الأقصر أو آسف منطقة هليوبلس أو أيونو، منطقة عين شمس اللي سماها اليونانيون هليوبوليس أي المدينة المقدسة، والمصريين القدماء سموها أيونو أو أونو، هي أقدم مدينة دينية عرفها المصر القديم. المصريين منذ أن استقروا في وادي النيل بدأوا يزرعوا أرضهم وبدأ يحصل استقرار وبدأت الحضارة وبدأت المدنية وبدأوا يتجهوا إلى الإله الخالق أو المعبود ونظروا إلى الظواهر الكونية، فقدسوا الشمس لما لها من تأثير في الحياة الحياة اليومية، شروق الشمس كل يوم وغروبها، ده كان ليه تأثير في العقيدة الدينية، ولذلك هم قدسوا الشمس مش لكونها شمس ولكن لتأثيرها في الحياة وتأثيرها في العقيدة. وإحنا نعرف إن المصري كان بيعتبر إن شروق الشمس كل يوم هو بيعتبر ميلاد جديد وغروب الشمس هو موت. تمام. لذلك المدن الموتى والمقابر كانوا في الغرب والأحياء كانوا دايما يعيشون في الغرب. فبترجع أهمية الكشف لهذه العاصمة الدينية، أقدم عاصمة دينية وأكبر عاصمة دينية في مصر هي مدينة عين شمس هليوبلس. طيب هم قالوا دلوقتي الاكتشاف الأثري أو يعني أول ما تم استخراجه قالوا رمسيس الثاني، يعني بالنسبة للعلامات الجوهرية الخاصة بالتأكيد على يعني صحة هذه المعلومات من ناحية، ناحية تانية قالوا إنه الجزء الثاني المفترض إنه لسيدني ده حفيده وحضرتك قلت ده والده، طب يعني عايزين بس نتأكد من المعلومات وإن الأكثر المعلومات. هو طبعاً الـ 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 السمات الفنية لكل عصر بتختلف، يعني لما نبص لعصر الدولة القديمة هنلاقي المثالية هي الطابع الرئيسي للفن النحت وخاصة النحت الملكي في مصر القديمة، يعني لازم الملك يظهر بهيئة شبابية قوية وسيمة جميلة، على عكس الدولة الوسطى كان فيها ملامح الواقعية، يعني الملوك أظهروا علامة الزمن والتقدم في العمر على عكس الدولة القديمة. أما في الدولة الحديثة فظهرت سمات الفن الملكي بالضخامة والعظمة، لأن مصر وصلت في عصر الدولة الحديثة إلى قمة التقدم الحضاري والفني والسياسي والعسكري، فكانت مصر هي الإمبراطورية العظمى في العالم القديم في تلك الفترة، فكان الملك ليه قدسية خاصة ومهابة خاصة في كل العالم أو في كل العالم القديم والدول المجاورة لمصر، فعشان كده كان الملك هو يعتبر جزء من الإله وابن للإله أو ملك مؤله. ويمكن رمسيس الثاني من أهم الملوك اللي تم تقديسهم في حياتهم وقبل مماتهم، يعني المعروف أن الملك في مصر القديمة بعد ما بيتوفى بيتحول إلى معبود، ولكن رمسيس الثاني قدس في حياته، وده بنشوفه في معابد كتيرة وأهمها معبد أبو سمبل في جنوب أسوان. طيب معلومة بس أخيرة خاصة بالتمثال قبل ما نقول بقى إزاي هيتم نقله وترميمه والقصة دي. طيب كانت قال إنه في جزء من التمثال تم كسره بعد ما تم استخراجه، وبعد كده قالوا لا دي عروق موجودة في يعني كجزء أساسي من التمثال. نعم. عايز أعرف يعني صحة هذه المعلومة. لا هو حضرتك هو في الآثار دايما بتبقى معظم الاكتشافات يعني 90% من الآثار اللي بتكتشف بيكون أصابها بعض التدهور أو التلف أو الكسر،
بفعل السنين والعوامل البيئية المحيطة، والقليل جدا اللي بيكتشف بحالة سليمة جيدة. فعندنا هنا الجزء من تمثال رمسيس الثاني ده، الجزء اللي هو الجزع اللي هو من منطقة البطن إلى حتى الكتفين وأسفل الذقن، وجزء آخر من أجزاء أخرى من تمثال يعني عبارة عن التاج وجزء من الوجه والأذن. وطبعا الرأس دايما من الأجزاء اللي هي بتتعرض للكسر في أغلب التماثيل، لأن هي بتكون أضعف قطعة في كتلة التمثال. وأيضا الأذن أيضا من الأماكن اللي بتعرض للكسر، وأيضا الأنف، ودي ده شائع في الاكتشافات الأثرية. طيب أنا عايز أعرف من حضرتك إزاي بقى هيتم المعالجة لهذا التمثال، بداية من أنه تم استخراجه في بيئة مياه، فطبعا ده اكيد في هيبقى في صعوبه في الترميم، استخدام ادوات معينه، استخدام مواد لاصقه بشكل معين، ازاي هيتم عمليه الترميم؟ اولا هو طبعا زي ما حضرتك ذكرتي انه العثور عليه كان في وسط في الارض طينيه وفي ايضا مياه جوفيه، ودي من المعوقات اللي هي كانت من الاسباب اللي كانت يعني ما ساعدتش قوي في اكتشاف التماثيل بسرعه، لان انت بتتعامل مع طين ومع مياه جوفيه ومع اثر، ولازم تراعي المحاذير ان انت اولا سلامه الاثر هي اهم شيء. فدي اللي بيراعيها طبعا المرممين والاثريين ورجال الحفائر او عمال الحفائر. أولا بيتم استخراجه، ثانيا بيتم تجفيفه وإزالة أي مواد عالقة ناتجة من البيئة اللي كانت محيطة بالتمثال، وبعد كده بيتم ترميمه وتثبيت الأجزاء اللي هي مكسورة، وبعد كده هيتم عرضه، وربما أنه هو يتم عرضه في المتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات بالجيزة. في بعض الآراء بتطالب أنه هو يكون في منطقة ميت رهينة، على أساس أن ميت رهينة فيها معبد كبير جدا للملك رمسيس الثاني، وفيها التمثال من أكبر التماثيل الضخمة للملك رمسيس الثاني. وإن شاء الله هيكون في مؤتمر صحفي يوم الخميس، صباح الخميس، في المتحف المصري، هيعلن فيه وزير الآثار أستاذ الدكتور خالد العناني كل التفاصيل المحيطة بعملية كشف هذا التمثال وما سيتم عمله أو بالنسبة لعرض هذا التمثال فيما بعد. الحقيقة أن يعني الملك رمسيس الثاني من أهم الملوك المصريين. طيب هو هيتم يعني في المنطقة اللي تم اكتشافه فيها هي منطقة سكنية، عين شمس، يعني منطقة مطرية سكنية، فيها عدد يعني كبير منطقة من منطقة فيها كثافة سكانية عالية جدا. هيتم بقى التعامل ازاي مع حساسية هذا الموقف، وخاصة زي ما حضرتك بتقول انه المفترض انه يبقى فيه عناية من بداية حتى اكتشاف التمثال حتى نقله ان كان للمتحف المصري او ايا كان المكان اللي هينقل اليه؟ طبعا زي ما حضرتك ذكرتي ان من المعوقات والصعوبات ان المنطقه اهله بالسكان، ومنطقه يعني فيها كثافه سكانيه عاليه، وزي ما اتفقنا ان هي منطقه هامه جدا، منطقه اثريه يعني لها اهميه عاليه، لذلك هناك صعوبه. يعني في البعض بيقول ان يجب ان تكون هذه المنطقه منطقه مزار اثري مفتوح، ودي يعني فكرة مهمة ويعني يجب ان احنا ننفذها. هينفع تتعمل في يعني في مكان بهذه المواصفات باعتبار فيها سكان او لا؟ لازم طبعا يتم تعويض السكان او نقلهم الى مناطق سكنية اخرى علشان يتم عمل كردون لهذه المنطقة الأثرية، وعلشان يتم عمل بقى مجسات بشكل علمي اكثر وواقعي أكثر، ويتم أيضا التعامل مع المياه الجوفية بطريقة علمية أكثر، علشان نقدر نحن نقدر نقول إن احنا نفتح هذه المنطقة كمزار سياحي للجمهور أو للسياحة الواردة إلى مصر. فده بيتطلب مجهودات كبيرة وأيضا أموال طائلة علشان تقدري تعوضي أو تنقلي الأهالي المنطقة اللي هم القاطنين في هذه المنطقة.
رغم ان احنا شفنا قد ايه السكان كانوا يعني في فرح وسعاده جدا, يعني جدا. ده شيء جميل جدا لان بيورينا ازاي المصري يعني عاشق لترابه, عاشق لتراثه, عاشق لارضه. ودي نقطه مهمه جدا لان المصري القديم اللي بنى الحضاره المصريه القديمه بناها على اساس الحب, ويعني كان الانتماء, كان بيحب بلده وبيحب ارضه وكان بيعمل وبيجد وبيكد. وده اللي احنا عايزين نبعته رساله للمصريين الحداثه, ان احنا يجب ان احنا ننهل نفس المنهل اللي صار عليه اجدادنا, علشان زي ما احنا بنفتخر بحضاره الاجداد لازم احنا كمان يكون لنا حضاره في تاريخنا الحديث, علشان الاجيال اللي بعدينا تفتخر باجدادنا وب يعني الجيل القديم والجيل الحديث. احنا كجيل. حضرتك بتقول انه طبعا هو التاريخ ذكر انه منطقه عين شمس, وده شيء ومعلومه معروفه زي ما حضرتك قلت انها كانت يعني من اهم المدن الدينية, اهم العواصم الدينيه في العالم بالنسبه للحضاره القديمه, يعني في الحضارات القديمه. في الحضارات القديمه. نعم. عايزه اعرف ليه ما تمش البحث مسبقا عن يعني اكتشافات في هذه المنطقه باعتبار انها لا يعني المفروض ان اصولها التاريخيه. لا هو يعني حضرتك يعني هو الكشف ده مش لسه اول مره بنعرف منطقه أيونو او منطقه عين شمس. منطقه أيونو او هليوبلس وعين شمس الحاليه هي معروفة منذ مئات السنين. تمام. وتمت فيها اكتشافات كتيرة, ويمكن من أهم البعثات العاملة في منطقة عين شمس بعثة كلية الآثار, واللي أفنى فيها عمره أستاذ الدكتور عبد العزيز صالح وكثير من أساتذة كلية الآثار حتى الجيل الحالي يمكن الدكتور صلاح الخولي. فده ليس باكتشاف حديث على الاطلاق. الاكتشاف المتواصل, يعني فكره التواصل. احنا لما يبقى عندنا منطقه عارفين انها كانت مهد او مكان الحضاره القديمه, سواء كانت على مستوى العبادات الدينيه او غيرها, يعني بيتم الاهتمام بها بشكل مختلف, يعني من حيث حتى الخدمات المقدمه في المكان. يعني مكان يعني زي المطريه هو مكان مؤهل, يعني مليء مكتظ بالسكان. نعم. يعني قصدي انه ليه ما تمش التخطيط بشكل معين لمثل هذه المنطقه, بدل ما دلوقتي نبدا نعمل عمليه يعني السكان تعويضهم او نقلهم او غيره. يعني لان يعني وزاره الاثار او المجلس الاعلى للاثار وهيئه الاثار في السابق يعني لم تكن لديها السيوله او الموارد الماليه الكافيه ان هي تقدر ان هي يعني تفضي هذه المنطقة من السكان أو تعمل جدار أو سور أو حرم للآثار, نظرا لتداخل الأماكن الأهلة بالسكان مع المناطق الأثرية. فكان بيتم فقط تحزيم أو إحاطة الأماكن اللي بيوجد فيها آثار, اللي بيكتشف فيها آثار بس عن حرم المدينة. إنما هو ده كان عايز مشروع متكامل, ويجب إن احنا نبدأ فيه من اليوم, ومش بس على مستوى وزارة الآثار, ولكن على مستوى الحكومة المصرية, على المستوى الرسمي والشعبي والأهلي والمنظمات المجتمع المدني. لازم تبقى فيه خطة متكاملة علشان زي ما حضرتك بتقولي نهتم بهذه المنطقة الأثرية التاريخية الحضارية اللي هي بتعتبر من أقدم العواصم الدينية. صحيح. في العالم القديم. طيب استنادا لهذا الاكتشاف. نعم. طبقا للتاريخ والمعلومات المتوفرة عن هذا المكان, متوقع حضرتك يعني يكون في, احنا دايما لما بقى في تمثال بيخرج بنقول بعد كده في كنوز هذا التمثال, مقتنياته, تابوت الخاص به, الأسرة الخاص به, الخاصة به, يعني حضرتك شايف انه من المفترض انه يكون في ايه كمان لا خلينا نتكلم نقول يعني حضرتك ذكرتي قلتي مثلا لما بنلاقي تابوت وتمثال ومش ده فقط في المناطق او في المقابر هي اللي نجد فيها التابوت, لان التابوت خاص بجسد المتوفى, وبنجد تمثال لصاحب المقبره سواء كان ملك او كان وزير او كان امير, وبنجد الادوات اللي هو استخدمها في حياته والادوات اللي سوف يستخدمها في عالمه الاخر. ده بالنسبه للمناطق المقابر اللي كان بيدفن فيها الموتى. اما بالنسبه لمنطقه عين شمس هليوبلس او أيونو او أونو, فهي منطقه عباده, يعني كلها معابد مفتوحه للعباده والتقديس. فبنجد فيها لوحات, بنجد فيها اثار للملوك, لان كل ملك مصري كان بيحاول يثبت وجوده
وجوده في هذه المدينة القديمة الدينية، فبنجد ان فيها تماثيل كل او ان شاء الله هنجد فيها تماثيل لملوك كتيرة جدا، مش بس لرمسيس الثاني او لعصر الاسره 19 او الاسره 18، ولكن ايضا هنجد فيها تماثيل من عصر الدوله القديمه، ممكن نجد فيها تماثيل للملك خوفو، اهم ملوك الاسره الرابعه في الدوله القديمه، ملوك الدوله الوسطى، ملوك الدوله الحديثه زي الملك تحتمس الثالث، او ممكن نجد تمثال للملك اخناتون اللي هو دعا الى عقيده اتون لانه افنى حياته وافنى عمره في مدينه هليوبلس، وده اللي كان العامل المؤثر في عقيده اتون الخاصه بأبو الحطب الرابع اخناتون، لانه هو تاثر كثيرا بعقيده الشمس. والديانة الأتونية ما هي إلا مظهر من مظاهر تقديس الشمس عند المصريين القدماء، وهو قرص الشمس اللي هو رمز للمعبود أتون. فده مبشر باهتمام أكتر من وزارة الآثار والحكومة المصرية، ومبشر باكتشاف يعني تماثيل كثيرة لملوك كثيرين، وبداية جديدة لمنطقة أثرية حضارية ومزار سياحي في مصر إن شاء الله للعالم كله إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود حسن الحلواجي، مدير المتحف المصري سابقا ومدير عام المتاحف الإقليمية. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك وكل السادة المشاهدين. شكرا يا فندم. وبشكركم مشاهدينا الكرام ومستمرون مع حضراتكم في هذا الصباح، ولكن بعد موجز لأهم الأنباء والزميل أحمد فؤاد.